هم هاي الميزانيه. يعني بس التوافق ليش احل مجلس النواب؟ لا يقول ليش احل مجلس النواب؟ سمعيني اذا تجي نفس النتائج. سمعيني، يعني هو بمجلس النواب اللي انحل يعني كان قاعد بس التيار الصدر بيمه، كان سنه واكراد ودوله القانون وباقي القوى زين، وقانون الانتخابات يعني هو من نزل من السماء اجى من مجلس النواب وجا بطريقه شرعيه وبطريقه قانونيه. احنا هسه لما هذا القانون طلع المحكمة الاتحادية ما قررت، المحكمة الاتحادية أوصت بتعديل العد اليدوي، هو كانت الدعوة على اليمن أنه العد الإلكتروني يتحول إلى العد اليدوي، لا جابت الدوائر المتعددة ولا جابت القانون بأكمله، وقالت ما تلزم، لا يبقى القانون، وقالت من الأفضلية تعديله وليس من الإلزام، وفقرت العد اليدوي والعد الإلكتروني. هو هي كانت الدعوة على مود العد اليدوي بدون عد يدوي مو الكتروني، مو ألزموا، قالوا ندعو إلى تعديله، مو إلزام على الأفضلية، أن الأفضل أن يعدل، مو إلزام. العد يدوي يصير بس ما دعت يعني بشكل إلزامي، قالت من الأفضلية أن يعدل القانون. وقلت مثل ما قلت يعني هذا القانون إجا بشكل دستوري وتم التصويت عليه والنشر، يعني إحنا اليوم هذا القانون والله ما يعجبني أنا لازم أغيره حتى شنو بركت أحصل نتائجي. أنت اشتغل على جمهورك حتى تحصل نتائج، اشتغل على جمهورك، اخدم جمهورك وانت تحصل نتائج، ليش تشتغل على تعديل قانون اللي ايضا همينا من راح يعدل، همينا نقول لا والله ما خدمنا، ما يخدم التيار ونرجع نعدله من جديد، وما يخدم السنه ويجي نعدله من جديد. هاي تدوير الازمات، يعني المواطن مل من عتها، المواطن يريد واحد يخدمه حتى ينتخبه، مو يروح يعدل قانون بركه يفوز بيه. احنا اليوم نريد حلول واقعيه، يعني ملينا من هاي النظريه. ان يقعدون اول حل للمواطن، خلينا نحكي بصراحه، حل مجلس النواب تحل الازمه؟ احنا مو عندنا ازمه حقيقيه، بس اسمحي لي، عندنا يعني ميزانيه ماكو، عندنا ايضا اسمحي لي، احنا حلينا مجلس النواب، حلينا مجلس النواب، وظل نفس الدستور اللي ما يعدل، وظلت نفس الحقوق اللي ما نقدر ناخذها، وظلوا نفس الوجوه نفس النظام السياسي. مو احنا قبل سنتين تشرين سوت حل الحكومه وحل مجلس النواب، وشنو اللي صار؟ ورجعنا بنفس الازمه. السيد الصدر، السيد الصدر المطالب مالته مطالب ثوريه وليست مطالب تختص التيار الصدري، السيد الصدري يدعو السنة والأكراد إلى مفاوضات حتى يوصلون إلى حل، أن يحل مجلس النواب بطريق دستوري، أن يعدل النظام السياسي بطريق دستوري، أن يعدل الدستور بطريق دستوري. السيد الصدر يعني ما جاب المطالب هاي اعتباطا من هواء، هو يدعو بكل تغريدة يدعو جميع القوى إلى الانضمام للثورة. التيار الصدري كانوا شرارة، لكن النقطة والخلافية الموجودة بين الكتل والأحزاب السياسية هو حل مجلس النواب، حل مجلس النواب، حل مجلس النواب بطريقتين مثل ما ذكرها استاذ عماد. الطريقه الاولى المجلس النواب يحل نفسه، الطريقه الثانيه السلطه سمحي لي. هاي كلش مشكله، هاي كلش مشكله، بس خليني اوضحها لك. السلطه التنفيذيه بطلب من رئيس الوزراء يقدم طلب الى رئيس الجمهوريه عقاب على عدم وحكومة تصيف اعمال يصير؟ هو مو ما يصير، بس احنا ليش عبرنا هاي المرحله؟ نعم. عزيزتي لو من البدايه من انتهك مجلس النواب صلاحياته ومهامه، قبل لا يصير حكومه تصريف اعمال، وقبل لا يصير مقيد الصلاحيات رئيس الجمهوريه، ما استخدم حقه، وبذلك للمحكمه الاتحاديه ان تدين السلطه التنفيذيه لعدم ممارستها مهامها في عقاب مجلس النواب وتحل المجلس. لكن نقطه مهمه جدا خليني اتحدث بها، يعني بصراحه يعني اليوم عبينا هذا الكلام اللي عم تتحدثين بيه، اليوم امام ازمه حقيقيه، شلون ممكن احل مجلس النواب؟ ما ممكن نحل مجلس النواب، يعني بشكل قانوني كونش قانونيه بطريقتين. اما يحل مجلس النواب بمجلس النواب وهذا غير ممكن بعدم وجود مفاوضات جديه. اما يحل بقرار من المحكمه الاتحاديه وهو كالاتي: عقاب السلطه التنفيذيه لعدم ممارستها مهامها وسحب سلطاتها واصدار قرار لحل مجلس النواب.